أعلنت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تدشين المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتشجير دمتي خضراء من خلال تدشين 5 مواقع حيوية في محافظة العاصمة والمحرق. ويأتي ذلك بدعم من شركة البحرين القابضة وشركات التابعة لها وشركة إنفرا كورب لتستكمل المبادرة جهودها الرامية لتحقيق تطلعات قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة ودعم استراتيجيات الدولة لزيادة الرقعة الخضراء من خلال التنسيق مع القطاعين العام والخاص. وتهدف الحملة في مرحلتها الثانية إلى زراعة أكثر من 25,000 شجرة وشجيرة مبدئيا في أكثر من 40 موقعا في مختلف محافظات المملكة. وبهذه المناسبة أكدت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة أمين عام المبادرة أن تدشين المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتشجير دمتي خضراء يأتي امتدادا للجهود المباركة التي تبذلها الحكومة الرشيدة والجهات المعنية في مملكة البحرين من أجل الحفاظ على البيئة وتخفيف آثار تغير المناخ. وأثنت على الدور المحوري والمهم الذي يلعبه القطاع الخاص في الإسهام في إحداث التغيير البيئي والمناخي بشكل إيجابي، فالجهود الحكومية الحثيثة لن تكتمل دون وجود وعي أهلي ومؤسسي بأهمية التشجير. اليوم نطلق المرحلة الثانية من حملة دمتي خضراء في مملكة البحرين، وربي بارك ودشنا موقع في محافظة المحرق صباح اليوم، والآن احنا في محافظة العاصمة ندشن الموقع الثاني، ونعتبرها فاتحة خير لأن السنة أول سنة شركة من الشركات الوطنية تكفل أكثر من موقع واحد، فالحمد لله رب العالمين ابتدينا بفاتحة خير، والآن احنا في العاصمة أيضا في منطقة جميلة ومنطقة حديثة جدا، لكنها تتطلب الكثير من التشجير، والحمد لله ان الشركه بادرت في القيام بعمليه التشجير هذه اللي بتغير شكل المنطقه بشكل عام، وان شاء الله بتساهم في تحقيق الاهداف التنمويه حق مملكه البحرين. لا شك ان هذه المبادره مهمه جدا لزياده الرقعه الخضراء وزياده عدد الاشجار في مملكه البحرين، ونحن نعمل سويا في شؤون البلديات مع هذه المبادره وندعمها بكل قوه. هدفنا واحد وهو زيارة الرقعة الخضراء سواء في التقاطعات والشوارع والمنتزهات والساحات، لذلك هدفها سامي وكبير. أضف إلى ذلك هذه الحملة لها تأثير كبير على البيئة وأيضا امتصاص الكربون. سعيدين بهاي التعاون مع الحملة الوطنية اللي تتوافق أهدافها مع أهداف المجموعة الاستراتيجية للاستدامة وأهداف مملكة البحرين في التشجير وتخضيرها وتحويلها إلى يعني مكان أكثر خضار وجمال. فخورين بأن احنا ندعم هاي المبادرة اللي تأتي ضمن جهود المملكة لزيادة الرقعة الخضراء والحياد الصفري إن شاء الله بحلول السنوات القادمة، وهي أمانة تضيف ناحية جمالية للمملكة وتضيف قيمة استثمارية للمشاريع اللي تدور حولها هذه المبادرات.